نحن نتحدث عن عملية لتقوم بها أعوان الحماية المدنية، ونتحدث هنا عن إمكانية تدخل أفراد الجيش الوطني للمساهمة في إنقاذ الضحية محجوبي عياش. هل إن تدخلت أفراد المؤسسة العسكرية، هل يمكن أن نقول أن دور الحماية المدنية هنا أصبح لا جدوى فيه؟ أعتقد لأن التدخل بصح ما نقدرش ما يكون ما كانش فرق بين الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، ما راح يجيبوا الجيش الوطني، ما هي التقنيات، لأن ما عند ماهيش المهم الجيش الوطني الشعبي. نظن نتحدث عن التقنيات وليس عن المؤسسة. الناس اللي متخصصين في هذا المفروض هما الحماية المدنية، هما اللي سون سبيسياليزي دون لي سكور، باسكو دي سكور كيما نقول لك الانقاذ هي تخصص، مش هكذاك برك ارواح. هل هناك جهة متخصصة هنا في الجزائر للتدخل في مثل هذه الحماية المدنية الحوادث؟ المفروض عندها مديرية متكلفة بالمخاطر. إذا ما قدرناش نخرج